بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وصلنا إلى باب صدقة التطوع. يسن ويسن صدقة تطوع كل يوم بما تيسر وإعطاؤها سرا وبرمضان ولقريب وجار أفضل لا بما يحتاجه. هذا هو متن في هذا الباب. ويسن صدقة تطوع، تطوع يعني نفل، معناه ما زاد على الفرض. في الباب الماضي بين المصنف يعني صدقة الفرض هي الزكاة، إذن ما يزيد عليه يسن. في بعض الأحيان يطلق التطوع على السنة وهنا ليس ذاك مرادا. لماذا؟ لو كان معنى التطوع هنا سنة يكون معنى العبارة مصيرها ويسن صدقة سنة، فهذا لا يفيد شيئا. لأجل ذلك معنى التطوع يعني النفل ما زاد على الفرض، فإذن يسن صدقة ما زاد على الفرض، ما زاد عن الزكاة، وهذا سنة. أما الزكاة ففرض لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هكذا قال الله تعالى. لأجل ذلك هذا قرض يقرض الله، هذا الإقرار لله تعالى هو سنة صدقة التطوع. نعم. وفي هذه الآية الله تعالى رغب في هذا العمل. وللأحاديث الكثيرة الشهيرة، ثم هذا صدقة التطوع سنة لكل حيوان ولو كان كافرا حربيا أو غنيا، لحديث متفق عليه في كل كبد رطبة أجر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رجل كان يمر مر ببير وهو عطشان، فإذن هو نزل في البير وشرب الماء ثم صعد، عندئذ وجد كلبا، وهو هذا الكلب يعني عطش جيدا، وهو يمس بلسانه التراب المبلل الرطب، فإذا هو عرف وقال في قلبه نفسه أن هذا الكلب وجد ما كنت وجدته. ثم هو نزل في البئر مرة ثانية وخلع خفه وملأ فيه الماء فأخذ بفمه بأسنانه ثم سعد وأشرب هذا الكلب. عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة للصحابة، واحد منهم سأل هل يثاب، فإذن قال يعني هذا الرجل غفر الله تعالى له بسبب هذا العمل. عندئذ سأل، فإذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل حيوان. وقد تجب، هذا على الإطلاق الصدقة سنة، في بعض الأحيان تكون واجبة، في بعض الأوقات تكون مكروهة، هذا الذي يبين المصنف. وقد تجب يعني الصدقة كأن يجد مضطرا ومعه بما يطعمه فاضلا عنه. شخص وجد شخصا آخر وهو مضطر في حالة الاضطرار، يعني لو لم يجد شيئا من الطعام يموت حالا، هذا معنى المضطر، هكذا هو مضطر. إذن ومعه ثم هذا الشخص عنده ما يطعم هذا الشيء عنده ما يعني من الطعام
يطعم هذا الطعام لهذا المضطر موجود عنده. كيف يجد عنده فاضلا عنه، يعني فاضلا عن حاجة هذا الشخص يوجد عنده، عندئذ تجب الصدقة. نعم، هذا صورة لوجوب الصدقة. ثم ويكره برديء، يكره التصدق برديء. رديء يعني هذا رديء عرفا، يعتبر العرف هذا الشيء رديئا. وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما. ثم أولا قال التصدق برديء مكروه، ثم نفى أن يكون منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما. لماذا؟ ممكن هذا يتهم أن هذا التصدق بالرديء لذلك مكروه. وكذلك لبيان معنى الرداءة، الرداءة يعني رداءة عرفا. التصدق بالفلوس، فلوس يعني كسر النقود، كسر الدينار والدرهم، وهذه هي الفلوس. نعم. والثوب الخلقي، ما هي الشبهة بالفلوس؟ هذا يكون مقدار قليل باعتبار المقدار. نعم. ثم الثوب الخلق يعني البالي، ثوب قديم، يقال خلق ثوب أو خلق ثوب جلد، صار خلقا يعني صار باليا يعني قديما. وهذا ليس رديئا، ومع ذلك يسن التصدق بالثوب القديم عندما يجد ثوبا جديدا، هذا يعني خصوصا يسن التصدق به. ثم ونحوهما، نحوهما يعني نحو الفلوس والثوب الخلق، ما هو نظيرهما مثالهما؟ كاللقمة واللقمتين، هذا نظير الفلوس، يعني هذا مقدار قليل. وذلك لأن المراد بالرداءة الرداءة عرفا، وهذا ليس منه كما في الكردي نقلا عن اللعاب. نعم. ثم بل ينبغي ألا يئنف من التصدق بالقليل، هذا ليس من الرديء، ومع ذلك وهو يرقب مرة أخرى، لأجل ذلك أتى بهذا الترقيب. بل ينبغي ألا يئنف، يعني ألا يكره، ألا يسأم من التصدق بالقليل، بل هو يتصدق. لماذا؟ ممكن هذا القليل لو كان مقبولا عند الله تعالى يكون كثيرا، باعتبار قبوله عند الله تعالى يكون ثوابه كثيرا، فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى. ثم والتصدق بالمال، بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج إليه، وإلا فالطعام. ثم مصنف يبين بعض أنواع التصدق الصدقة وأفضل من بعض آخر. التصدق بالماء أفضل. لماذا؟ متى يكون أفضل؟ حيث كثر الاحتياج إليه، لو كانت الحاجة إلى الماء أكثر فالتصدق به أفضل. وإلا يعني وإن لم يكن الحاجة إلى الماء أكثر فالطعام، يعني فالتصدق بالطعام أفضل. ولو تعارض الصدقة حالا والوقف، فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى، يعني الصدقة التصدق أولى، يعني عنده شيء هو يتصدق، لو تصدق به هذا يندفع به حالا، الناس يندفعون به، لو وقف لا يندفعون بنفسه، بل ماذا يفعلون؟ وهم يندفعون بغلته فقط،
فإذا لا يستطيع الناس أن ينتفعون بهذا الأعمال حالا بل يجب أن ينتظرون. لأجل ذلك ما هو أفضل؟ الصدقة أفضل لو كانت وقت وقت حاجة وشدة فالأول. وإلا فالثاني يعني وإن لم يكن الوقت وقت حاجة وشدة فالثاني يعني الوقف هو أفضل لكثرة جدواه يعني لنفعه نفع أي شيء نفع الوقف يعني هذا المال يبقى ثم يؤخذ منه غلته حتى تستمر هذه الغلة بدون هلاك هذا العين أصل الوقف. قاله ابن عبد السلام رحمه الله وتبعه الزركشي رحمه الله واعتلق ابن الرفاعة رضي الله عنه ترجيع الأولى يعني هو قال الصدقة أفضل مطلقا سواء كان الوقت وقت حاجة أو غير حاجة. لماذا؟ لأنه قطع حله من المتصدق به يعني في الصدقة يوجد قطع الحل من أصله يعني تماما. أما الوقف ليس فيه قطع الحل تماما هكذا فرق بينهما. فإذن قطع الحل والنسيب تماما هو أولى لأنه قطع حله من المتصدق به حالا هذا القطع يكون حالا وينبغي للراغب ثم ويدخل إلى المتن التصدق كل يوم يسن صدقة تطوع كل يوم. فإذا مصنف يعني قدر هذا جملة جديدة نعم الشارح وينبغي للراغب في الخير ألا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر وإن قل. إذن هذا بيان وقت الصدقة وقت ليس هناك وقت معين بل يتحرى أن يتصدق بكل يوم هذا يعني حالة معتدلة متوسطة لو تصدق يوميا أكثر من مرة وهذا يكون أكثر فضلا شرفا هكذا لأن هذه حالة متوسطة من الأيام من الصدقة بما تيسر يعني ما تيسر عندهم ولو كان قليلا. وإعطاؤه سرا أفضل منه جهرا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد حينما عد السبعة الذين يكونون تحت ظل العرش عد من بينهم هذا الرجل يعني الذي لا تعلم يساره ما تنفق يمينه هذا عد من بينهم لذلك الإعطاء سرا أفضل لكن إلا لعارض في بعض عند بعض العوارض يكون الجهر أفضل مثلا إبداؤها ليقتدي به غيره لا لغرض آخر حسن إبداء الصدقة يكون حسنا متى ليقتدي به غيره لو بدأ هذا وأظهر يقتدي به كثيرون. قال ابن عبد السلام إنه لمقصد صالح أفضل يعني اللي بدأه أفضل لمقصد صالح ثم وسبقه إليه الغزالي رحمه الله بشرط ألا يتأذى الآخر بالإظهار يعني في بعض الأحيان لو أظهر واحد صدقته ممكن يتضرر به آخر عندئذ ألا يظهر أفضل. أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعا أما بالنسبة إلى الزكاة فإظهارها أفضل هذا بالنسبة إلى الصدقة.
ويعتاوها برمضان، أي فيه في رمضان. ومفعول فيه، لذلك قدر أي فيه، لا سيما في عشر الأواخر أفضل. إذن معنى أيتاؤها في رمضان يعني في جميع رمضان، أوله أوسطه آخره، هكذا أيسن. ثم في عشره الأواخر أفضل. ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة. إذن هذا تأكد التصدق متى؟ في رمضان. لماذا؟ لأنه زمن فاضل فيه فضل. كذلك سائر الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، مثلا كعشر ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى العشر منه، هكذا عشر ذي الحجة. كذلك العيدين، يومي العيدين، والجمعة يوم الجمعة، ثم مكة والمدينة، هذان مثالان للأمكنة الفاضلة. نعم. وكذلك عند الأمر المهم، هذا زمان، كذلك مكان. كذلك عند ما يريد رجل أن يشتغل بأمر مهم كغزو، رجل يريد أن يخرج في الغزو يفضل. كذلك يعني وحج، يريد الحج عندئذ يتصدق، أو مرل وسفر وكسوف واستسقاء، في هذه الحالات كلها التصدق أفضل. مثلا هو يريد السفر، أو يعني كسفت الشمس، أو يعني يريد الاستسقاء. وليس المراد بذلك أن من أراد صدقة يسن له تأخيرها لشيء مما ذكرها، ليس معناه هذا. يعني مثلا يريد رجل أراد في أول رمضان أن يتصدق بشيء، هل يسن له تأخيره إلى العشر الأواخر؟ ليس معناه ذاك، بل يعني كلما أراد أن يتصدق هو يتصدق. ومع ذلك الاعتناء عند وجود ذلك بالإكثار منها فيه، لأنه أعظم أجرا وأكثر فائدة. مع ذلك لو دخل العشر الأواخر من رمضان هو يعتني بالتصدق فيه. كذلك لو أراد سفرا، أو صار مريضا، أو يعني هكذا يوم، كل يوم الجمعة هو يتحرى ويعتني بالتصدق فيه، هذا معناه. ليس معناه لو أراد التصدق مثلا على قريب أو على محتاج، مثلا بلغه خبره احتياج أحد أقربائه أو كذا وكذا يوم الخميس، فإذا هل هو يؤخره إلى يوم الجمعة؟ هذا التأخير ليس بمطلوب، ليس هذا معناه، بل هو يتصدق يوم الخميس، ثم بعد ذلك بما يتيسر يوم الجمعة يتصدق أيضا. كذلك عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى استنبط هذا التصدق عند زيارة من قوله تعالى، بعض العلماء: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فإذا زيارته صلى الله عليه وسلم المناجاة معه، فإذا يطلب أن يقدمها صدقة. ثم ويعطاؤها لقريب أفضل، كذلك يعطاؤها لجار، لكن هناك ترتيب هذا الذي يبين. قريب تلزمه نفقته أولى، هذا لزوم النفقة ليس معتبرا في هذا القريب، بل هذا قريب عام، سواء تلزمه نفقته أو لا تلزمه نفقته. ثم في القريب يعتبر الأقرب فالأقرب، بدل من القريب، إعطاؤها لقريب الأقرب فالأقرب من المحارم، ثم الزوج وأبي الزوجة، ثم غير المحرم، هكذا ترتيب، أقرب ثم الأقرب من المحارم، ثم بعد المحارم الزوج أو زوجة،
ثم بعد الزوج والزوجة هذا غير المحرم. نعم. من غير المحرم مثلا أولاد العم كذلك أولاد الخالي أولاد العمة والخالة أقارب غير محارم. نعم. والراحم من جهة الأبي ومن جهة الأم سواء. نعم. لا يقدم ليس هنا تقديم جهة الأبي بل جهتان سواء. ثم محرم الرضا يعني أولا محرم القرابة هذا الذي بين وذكر الترتيب فيه ثم بعده محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل هكذا ترتيب بين المحارم ثم وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل القريب يعني شامل لمن للزوج والزوجة وغير المحرم محرم الرضاع ومحرم المصاهرة في هذا القريب داخل كلهم فإذن بعد القريب يعني بعد محرم الرضاع والمصاهرة ثم ينظر يعني يتصدق إلى القريب هكذا الترتيب أفضل منه لغيره فإذن أفضل منه لغيره معناه مثلا التصدق إلى الزوج والتصدق إلى أقرب محارمه ما هو أفضل التصدق إلى أقرب محارمه أفضل ثم والتصدق إلى محارم الرضاع أفضل من التصدق من محارم المصاهرة هكذا نعم فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل فإذن القرابة مقدمة عن الجوار لكن ينبغي أن يكون هذا القريب في البلد ليس خارج عن البلد هناك يعني قيد أراد الشارع أن يقدم ينبه إلى هذا القيد علم أن القريب البعيد الدار لكن في البلد ليس خارجا عن البلد أفضل من الجار الأجنبي نعم هذا كيف علم من قوله وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل من ذلك فإذا لو كان هذا القريب في غير البلد يعني خارجا عن البلد فالجار الأجنبي أولى نعم ثم لا يسن التصدق بما يحتاجه ممكن عنده مال لكن هو يحتاج إلى هذا المال فيما بعد فإذا ماذا حكم التصدق به لا يسن بل يحرم يكون حراما بما يحتاج إليه لنفقة لنفقة ومؤنة من تلزمه نفقته يومه وليلته أو لوفاء دينه فإذا الحاجة ليست مطلقة بل لو كانت الحاجة هذه ما هي هذا حاجة نفقة ومؤنة من تلزمه نفقته من نفسه وعياله ثم يومه وليلته أو حاجته لوفاء دينه فيحرم التصدق بهذا الشيء نعم لو كانت يعني حاجة غير هذين فلا يحرم به بل لا يسن نعم يحرم بما يحتاج إليه لنفقة ومؤونة من تلزمه هذا نفقتي ومونتي هذا عطف العام على الخاص لماذا؟ لأن النفقة تطلق على الطعام خاصا فإذن للنفقة معناه لنفقة الطعام ومونتي سائر الحياة من تلزمه نفقة مونة من تلزمه نفقته من تلزمه نفقته هذه العبارة شاملة لنفسه وأهله وأولاده جميعا ثم متى يحتاج يومه وليلته
لأجل النفقة والمونة، هو يحتاج إلى هذا الشيء الموجود عنده في يوم يريد التصدق به، يومه وليلته. فإذا في ذلك اليوم والليلة لا يحتاج، بل هو يحتاج في اليوم الغدي أو يحتاج يعني بعد 3 أيام 4 أيام، فلا يحرم التصدق بل يسنه. أو لوفاء دينه، أما بالنسبة إلى وفاء الدين أداء الدين اليوم والليلة قيدا كما يعلم من قوله ولو مؤجلا، هذا الدين يعني لم يحل لم يأتي أجله بل هو مؤجل. ثم هذا الدين هل هو دين الآدمي فقط؟ ليس دين الآدمي، بل الدين لله أو لآدمي كما ذكر في التحفة. دين الآدمي سبق أن بينا أمس، يعني هذا الحج أو يعني هذا الكفارة وهكذا حقوق الله تعالى أو الزكاة هكذا. فإذا هذه الديون أيضا داخل لوفاء هذه الديون، هو يحتاج إلى هذا الذي عنده فيحرم التصدق به ولو مؤجلا، وإن لم يطلب منه ما لم يبلغ غلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة. وإن لم يطلب منه، يعني هذا الدين لم يطلب منه، يعني صاحب الدين لم يطلب منه، ومع ذلك يحرم. لكن لهذه الحرمة قيد، ما لم يغلب على ظنه حصوله، حصول أي شيء؟ حصول الوفاء بالدين من جهة أخرى ظاهرة، لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة. فإذا ينبغي أن يكون يعني حصوله رجاء حصوله ظن حصوله من جهة أخرى ظاهرة. فإذا لو لم تكن ظاهرة، مثلا هذا الرجل يوكل على الله تعالى، هذا مجرد التوكل لا يكفي. لماذا؟ هذا ليس جهة ظاهرة. مثلا جهة ظاهرة هذا رجل كسوب، فإذا هو يرجو أن يجد يعني شغلا اليوم، ثم يكتسب من شغله مالا، هو يعرف صناعة أو حرفة هكذا، أو عنده يعني بعض الأموال يستأجرها، فإذا من أجرة هذا الاستئجار هو يرجو، أو يعني له دين على رجل موسر باذل وهكذا. هذا هو يعني جهة ظاهرة، لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة. نعم، هذان واجبان، نفقة مونة من تلزمه نفقته، كذلك أداء الدين كلاهما واجبان. ثم وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه، هكذا حرمت صدقة ثم على طريق الحرمة هو تصدق بمال، هل يملك هذا المال هذه الصدقة من تصدق عليه؟ لا يملك، كما قال لا يملك، يعني هذا يجب عليه أن يرد إلى المتصدق لأنه لم يملك، على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى. لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه. يعني في هذه المسألة خلاف، إمام ابن حجر رحمه الله جزم، يعني لم يتعرض للخلاف في هذه المسألة، بدون ذلك قال أنه يملك. لكن ابن زياد رحمه الله خالفه، رأيه أنه لا يملك. ثم مسألة أخرى، والمن بالصدقة حرام. نعم الحمد لله. والمن بالصدقة حرام محبط للأجر كالأذى. ما معنى المن؟ هو تعداد النعم على المنعم عليه، على المنعم عليه. هذا رجل تصدق بصدقته ثم يعني يتعدد نعمته على هذا المتصدق عليه، أنا فعلت لك كذا، أحسنت إليك كذا، صنعت لك معروف كذا وكذا. لماذا؟ لأن يرجع
على المتصدق بفوائده بفوائد هذا الإنعام. نعم. وهو يعلمه يحترمه وكذلك يطيعه وكذلك يمدحه بين الناس وهكذا يكون فوائد. وهذا حرام، المن بالصدقة حرام محبط للأجر أيضا، فإذا لا يكون له بعد المن ثواب عند الله تعالى. فإذا المن بالصدقة حرام محبط للأجر، هذا معناه تعداد النعم على المنعم عليه، هذا تعداد يعني لا يحتاج إلى ذكر لساني، بل لو كان لو كان بذكر قلبي أيضا هذا يدخل في المني، يعني هذا نفسه يتحدث أنا أحسنت إلى فلان كذا كذا كذا، معناه أنه يرجو في مقابلة هذا الإنعام والصدقة أشياء من المتصدق عليه. نعم. هذا السلف الصالحون يروى عنهم احترازهم في مثل يعني التصدق، كانوا يكافئون بدعوة الفقراء لهم، يعني السلف حينما يتصدقون على الفقراء والفقراء يدعون لهم هذا من الطبيعة والعادة، فإذا هؤلاء السلف الصالحون يدعون لهؤلاء الفقراء بمثل ما دعوا لهم به الله تعالى. لماذا؟ لئلا تكون صدقتهم تكافأ بدعاء الفقراء، هكذا كانوا يحترزون. ثم كلذا الإيذاء أيضا هكذا محبط للعمل محبط للأجر، لذا يعني أن ينهر أو يشتم أو يسب هكذا. نعم. ثم بعده فائدة، قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائري، هذا مسألة آخذ الصدقة. يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام، فإذا هذا رجل في يده مال حرام وحلال ثم هو تصدق بشيء، فإذا لو تصدق بشيء فهذا المتصدق عليه هل يأخذه أو لا يأخذه؟ نعم يأخذ، لكن بكراهة، يكره هذا الأخذ. نعم. ثم هذا ليس في الصدقة فقط هذه المسألة، بل هذا في جميع المعاملات كما سيأتي في باب البيع، يعني رجل يشتري من آخر شيئا وذاك الرجل عنده مال حلال وحرام، عندئذ المعاملة معه مكروهة. نعم. كالسلطان الجائر، هذا مثال لمن عنده حلال وحرام كسلطان ظالم. ثم وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، وجود الحلال والحرام نسميه بالشبهة في الأموال، فإذا لو كانت الشبهة كثيرة فإذا تتأكد الكراهة، لو كانت قليلة تخف الكراهة، هكذا يعني هكذا في الكراهة يفرض مراتب. ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام، متى يكون حراما هذا الأخذ؟ لو تيقن هذا الرجل أن الذي يأخذه هو من خالص الحرام فلا يجوز له الأخذ بل هو حرام. وقول الغزالي رحمه الله يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ، شاذن انفرد به الإمام الغزالي رحمه الله، لكن هو في كتابه البسيط هو جرى يعني على هذا القول الأول، يعني يكره فقط تتأكد الكراهة بسبب كثرة الشبهة فقط. نعم. متى يكون حراما؟ لو كان يعني
متيقنا المأخوذ متيقنا الذي يأخذه حرام هكذا لو تيقن فيكون يعني حراما وإلا لا يكون حراما. نعم.